يا اهلا بيكم. هنتكلم في الفيديو النهاردة عن ال CSS position. في نوعين في ال CSS لل position، اللي هو relative و absolute. فلو جينا هنا عندنا بدأنا بال text editor بتاعنا اللي هو Notepad++. كل اللي انا عملته، عملت اتنين paragraph، واحد ب ID 1 و ID 2 اسمه، و ال file سميته CSS position.html، ونفس الفكرة ال position.css، وعملت لينك لل CSS فايل عندنا هنا. لو جينا بصينا على الفايل قبل ما نبدأ، لو عملنا دبل كليك على 27 فنلاقي اللي هو this is the first paragraph, this is the second paragraph. ممكن نبتدي نغير في ال position. مثلا لو جينا هنا بالنسبة لل header وكتبنا هنا position، وكتبنا هنا relative، وبعدين بعد كده عملنا مثلا left minus 20 بيكسل مثلا، ده معناته ايه؟ معناته ان حرك ال object او ال tag اللي عندنا هنا او ال element ده 20 بيكسل ناحية الشمال بالماينس. بس ده relative معناه من ال original position، يعني من المكان الاساسي بتاعه. يعني المكان الاساسي بدأ عندنا من هنا، عايزين نزحزحه شوية ناحية الشمال. فلو عملنا دلوقتي refresh، الاول نسيف ال css file وبعدين نعمل refresh، نلاقي فعلا دلوقتي زي ما شايفين حرف ال h ما بقاش باين. فمعنى relative اللي هو من ال original position. لكن ال absolute، لو احنا هنا قلنا مثلا position absolute، وبعدين بعد كده قلنا التوب مثلا 100 بيكسل و الليفت 100 بيكسل وعملنا save، فنخلي بالنا من اللي هو number 1 ده عندنا هنا. اللي حصل اللي هو اتحرك من اول 0 0 راح لمية ومية، وحط رقم واحد عندنا مية في البوزيشن بتاع مية ومية. فده الفرق ما بين الابسولوت والريلاتيف. انا شاكر جدا لو مشاهدتكم الفيديو ده، واشوفكم الفيديو اللي جاي ان شاء الله.